اوكي طلاب، راح نجي لموضوع جديد اللي هو اسمه دوت برود هيلث، او السكولا ايضا نسميه او الانا. هذا الطلاب شنو دوت برود هيلث؟ راح نعرف اوفر فيو سو فار من الماضي. وي هاف ادد، احنا الطلاب من المحاضره السابقه او المواضيع السابقه اللي اخذناها ضمن الفكتور، قدرنا نضيف ونطرح سبتراكت two vectors and multiply vector by square. طلاب من اللي شرحناه سابقا قدرنا او تعلمنا نجمع او نطرح الفكتورات two vector، كذلك نقدر نضرب الفكتور بقيمه multiply vector by square قيمه ثابته او اي قيمه. طلاب هنا أنا يقول the question was is راح يتفاجئ انه سؤال جديد it is possible to multiply two vectors so that their product is a useful quantity. One such product is dot product. إذن طلاب هنا أنا راح تبادل لنا سؤال، هل من الممكن انه نضرب two vectors وهذا الناتج منه من ضرب هذا الفكتور راح تطلع لنا كمية، هل هي مفيدة؟ واحدة من هذا الطلاب one such product is dot product واللي راح نشرحها، يعني الطلاب راح نحصل من ضرب البكتيرين قيمة، هاي قيمة أو هاي النواتج نسميها dot product، النواتج الجاية من ضرب البكتيرات، وهاي راح نشرحها هسه. ومستقبلا ان شاء الله راح ناخذ موضوع جديد another one is cross product، وراح نعرف الفرق بيناتهم وراح نسوي discussion in the next session، يعني ان شاء الله بالمحاضره تجي راح نعرف شنو الكروس برودكت. اوكي طلاب، هسه راح ناخذ احنا الدوت برودكت ان شاء الله الله يسهل علينا ناخذ الكروس. هسه هنا كروس برودكت، هسه هنا طلاب عندنا definition تعريف. اذا فرضنا انه اكو فيكتور اسمه A وفيكتور ثاني اسمه B، قلنا طلاب نعم نكتب برمز كبير capital letter وفوقها سهم are vectors in the 2 or 3 space then the dot product. اذا dot product الفيكتور A and vector B تنكتب بهاي الصيغة طلاب، يعني بين قوسين A نقطة B، هاي قبل راح أعرفه إنه هذا يمثل dot product A dot B and is defines as defined as A dot B. طلاب إذا شوفون A dot B إيش يساوي لنا؟ طول ال A في طول ال B cosine theta. زين يا ثيتا هاي شنو؟ هاي الثيتا الزاوية المحصورة بين الفكتورين، وين بيا حالة هذا يتطبق؟ لما تكون الثيتا هي أكبر أو تساوي زيرو، أكبر أو تساوي زيرو أو أصغر أو تساوي 90. شوفوا طلاب هذا الفكتور A هذا الفكتور B، هاي الثيتا بيناتهم، فمن أريد أسويهم دوت برودكت أضربهم هي طول ال A طول ال B كوساين ثيتا، وهي ثيتا الزاوية المحصورة بين الفكتورين. اوكي طلاب راح اجي هنا اكمل التعريف. اذا انا فرضت انه الفكتور A هو شو يساوي لي؟ A1 في I يعني مركبته باتجاه ال I، وال A2 في J مركبته باتجاه J، هاي شنو مركبات هذا الفكتور؟ ومركبته باتجاه Z او ال K هي أي 3. اوكي، وال B فكتور B هي B1 باتجاه ال I او بي 2 باتجاه الجي زائد بي 3 باتجاه الكي. Then the dot product، اذا dot product A زائد B is the number، اذا القيمة الناتجة من A dot B هي راح تطلع لنا قيمة ثابتة، رقم سكولر يعني خلينا نقول نمبر. اذا اي دوت بي طلاب جيفن باي، هذا هو القانون تحفظونه طلاب، هذا ايضا تحفظونه، بس راح نعرف هذا شلون هذا الطانه هذا القانون.
يعني هذا القانون ناتج من ذاك القانون. هذا القانون طلاب اللي هو راح نستخدمه ونطبقه حل مسائل الدوت، وهذا اللي طلاب راح نحفظه وراح نستخدمه. أيضا طلاب الناتج فيكتور A دوت فيكتور B راح يعطينا قيمة ثابتة أو سكولر رقم، ما راح يعطينا فيكتور، يعطينا بس رقم. مع العلم أنا قاعد أضرب فيكتورين راح يعطيني قيمة ثابتة أو سكولر، بينما هاي يسمونها دوت برودكت. وقلنا أكو نوع ثاني اللي هو كروس برودكت أي كروس B، لا ذاك راح يعطينا هو حاصل ضرب فيكتورين راح ناتج راح يعطينا فيكتور، راح إن شاء الله بالمستقبل ناخذ. إذا طلاب هذا هو القانون اللي نحفظه، وعندكم هوم وورك طلاب. هذا منين اجى هذا طلاب؟ يعني اشتقاق، شلون حصلنا على هذا القانون؟ من خلال هذا القانون. اوكي طلاب، هوم وورك عندكم، اشتق لي هذا القانون. بروف ذات A دوت B يساوي A1 B1 زائد A2 B2 زائد A3 B3. يعني ممكن نجيب سؤال بروف مو هذا يساوي هذا، فأنت راح تجي من هذا القانون الرئيسي أو الستاندرد فورم الصيغة القياسية العامة، راح تجي من هذا القانون تشتق وتطلع لي هذا. شلون حصلت على هذا؟ اوكي طلاب، to find the dot product A B we multiply the corresponding component. احنا راح نضرب المركبات المتقابلة، يعني مركب A في مركب المركبة باتجاه الـ A للفكتور A كابتول، راح نضربها بالمركبة اللي هي أيضا باتجاه الـ I مالت المركبة مال الفكتور B. كذلك المركبة باتجاه اللي هي A1 لا I A1 هي مركبة I باتجاه الـ I، في B1 اللي هي مركبة الـ B هم باتجاه الـ I، كذلك الـ B2 في A2 في B2 هي المركبة باتجاه الـ J في المركبة باتجاه الـ J للفكتور I، والـ A3B3 هي مركبة A3 باتجاه الـ K أو الـ Z في مركبة الـ B باتجاه الـ Z. إذن حتى نحصل على الدوت برودكت راح نضرب كروسبوندنج كومبوننت اند اذر، نضربهم بعدين نجمعهم. The result is not vector. إذن الناتج هو مو vector. It is real number. كذلك ممكن نسميه scalar. إذن الناتج هنا من الدوت بين الفكتورين راح يعطينا قيمة ثابتة أو scalar. For this reason, the dot product sometimes called scalar. يعني في بعض الأحيان يسمون الدوت برودكت scalar product. Scalar product or inner product. اوكي طلاب، احنا انا find the dot product of the following vector. هذا عندنا فيكتور واحد وهاي طلاب علامه الدوت وهذا الفيكتور الثاني. اذا طلاب انا من هذا القانون اللي حافظه على قلبي واللي عرفت شلون اشتق اللي هو الهوم وورك مالكم، من خلال هذا طلاب انا حافظه هذا القانون، هذا حافظه. راح اجي قبل اقول انا الدوت برودكت أضرب المركبات بمركبة الـ A ومركبة الـ A الـ I، مركبات الـ J أضربهم سوا، ومركبات الـ K واجمع. هنا عندنا هذا الفكتور هو 2 dimension بمركبة، هذا الفكتور بمركبة بس بالـ X أو الـ I، المركبة الثانية هي مركبة الـ J. فراح أجي أقول 2 في 3 اللي هي 2 مركبات الـ I 2 في 3 زائد 4 اللي هي مركبة الـ K الـ J مال هذا الفكتور في مركبة الـ J مال الفكتور الثاني، 4 في ماينس 1 راح يصير عندنا 6 ناقص 4 يساوي 2. إذا نشوف هنا طلاب نتيجة الدوت طلعنا real number أو سكولر قيمة ثابتة. هذا طلاب الثاني، هذا 3 dimension، ماينس 1 في 6 زائد 7 في 2 زائد 4 في ماينس 1 على 2 ونص، راح تطلع لنا
هاي طلاب زائد بيناتهم كذلك هذا طلاب واحد هاي مركبة الاي واحد في زيرو ما عندنا هنا مركبة مع الاي يعني قيمة هذا الفكتور قيمة مركبته في الاي هي زيرو فراح يصير عندنا واحد في زيرو زائد اثنين في اثنين هاي مركبات جي زائد ماينس ثلاثة في ماينس واحد ويطلع ويساوي سبعة. اوكي طلاب احنا راح نجي اورثوغونال فكتور او الفكتورات المتعامده. The two non-zero vector عندنا اثنين فكتورات طلاب يو و في وهن قيم لهم قيم واتجاه يعني مو زيرو are perpendicular يكونون متعامدين ايش وقت if the angle between them pi over 2 يعني عندنا هذا فيكتور يو فيكتور في يكونون بشكل عمودي اذا كانت الزاويه بيناتهم هي 90 for such factor we have u زين هذين الفكتورين اللي متعامدين والزاويه بيناتهم 90 اذا سوينا لهم دوت برودكت راح تطلع لنا قيمه صفر من اسوي لهم دوت برودكت طلاب هنا تطلع لنا قيمه صفر ليش؟ because cosine ال 90 هو شو يساوي من زيرو هسه راح تقول استاذ انت من جبت هاي الكوساين؟ احنا ما عندنا اليو والبي قبل راح احنا نضرب مركبات الاي ويا الاي ونجمع مركبه الجي ويا الجي مركبات الكي ويا الكي ونجمعهم راح فهاي الزاويه التمرين يعني شلون دخلت راح اقول لك هاي الصيغه القياسيه للدوت برودكت هاي طلاب فهاي لما تكون الزاويه 90 كوساين 90 هو 0 راح يطلع لنا القيمه مالتهم طلاب هاي اللي هي 0 فلذلك طلاب اذا اعطيتك فيكتورين وضربتهم وطلعت القيمه 0 راح اسالك راح انت قبل رجل اذا الفكتورين متعامدتين يعني متعامدين تساوي بيناتهم 90 The converse is also true if u and v are non-zero vector with then u dot v يساوي طول هذا طلاب القانون الرئيسي او الصيغه الرئيسيه طول u في طول v كوساين ثيتا يساوي 0 كوساين ثيتا يساوي 0 اذا الثيتا هي 90 اوكي طلاب فيكتور يو و في ار اورثوغونال اف يو دوت في يساوي زيرو اذا ضربت اليو دوت في يساوي قيمة زيرو اذا ذني متعامد تو ديرمينت اف تو فيكتور ار اورثوغونال كالكوليت ذير دوت برودكت طلاب هنا أنا يقول ذني فكتورات متعامده احسب لهم دوت برودكت هسه طلاب اوكي راح انا اشيك هل هن متعامدات وراح اقول ثلاثه هذا عندي فكتور يو وهذا فكتور في راح اسوي لهم دوت برودكت واشوف الناتج اذا ساوي صفر اذا اوكي متعامد ثلاثه في اربعه طلاب ثلاثه في اربعه زائد ماينس اثنين في سته هذا إذا 12 إذا ماينس هذا الماينس يطلع هنا 12 ناقص 12 يساوي 0 إذا أوكي يو دوت في ناتج الدوت برودكت الهذا من الفكتور يساوي 0 إذا متعامدين الآن يعني عندنا المثال الثاني طلاب 3 I ناقص 2 جي زائد كي وهذا الفكتور الثاني V هاي قيمه أنا راح أقول إنه متعامدين because يو دوت في لازم يساوي 0 احنا 3 في 0 ليش ماكو مركبة الاي خليها 0 زائد ماينس 2 في 2 هاي ماينس 2 في 2 زائد 1 في 4 ويساوي لنا ماينس 4 زائد 4 ويساوي 0 اذا ذني هذا الفكتور يو وهذا الفكتور في متعامدين بسبب انه الزاوية بيناتهم 90 وشون عرفنا متعامدين زاوية 90 نسوينا لهم دوت برودكت حصلنا قيمة صفر
اوكي طلاب، هاي بعض العمليات على الدوت برودكت، الالجبريك بروبرتيز، العمليات الجبريه. اذا قلت انا يو دوت بي، طلاب يو دوت بي هي نفس الناتج اذا قلت بي دوت يو، يعني ما بفرق. اذا عندي فيكتور هو يو مضروب بثابت، رقم ثابت او قيمه ثابته سي خلفي، وهذا اللي مضروب هو هذا اليو، اكو دوت برودكت وياه وفيكتور ثاني اللي هو البي، فممكن انه هذا يساوي انه اليو دوت سي في البي. يعني ممكن انه اضرب السي في الفيكتور الثاني او اطلع السي برا في دوت برودكت الناتج من يو دوت بي، نفس الشيء يعني هذا السي ينضرب باليو او ينضرب بالبي، او اسوي دوت برودكت واطلع السي برا، الناتج كله نفسه. نعم طلاب، اذا فيكتور اللي هو اليو والى دوت برودكت وفيكتورين اللي هو البي والدبليو، فهنا أنا ممكن يطب هنا أنا ممكن انه هذا الناتج يكون يو دوت بي زائد او ناقص يو دوت بي، يعني الفيكتور الاول من اسم الدوت يدخل عليه. طلاب هنا أنا طلاب عندنا هاي خاصية مهمة راح استفاد منها ايضا، انه اليو الفيكتور دوت وي نفسه يو دوت يو هو ممكن يساوي طول الفيكتور تربيع. هاي طلاب علامة عن طول الفيكتور تربيع، يعني طوله تربيع. اليو طلاب اذا ضربنا الفيكتور سوينا دوت مع الزيرو يساوي لنا زيرو. هاي ثابته. نعم طلاب، هاي مهمة، هي واحد فيكم بالهوم وورك مالكم شلون اشتقينا اللي هو قلت لكم مين الاجابة، هاي راح تفيدكم هاي هاي الخاصيتين. طلاب شوفوا، اي في الاي يساوي لنا جي في الجي، يساوي لنا الكي في الكي، ويساوي واحد. اوكي زين، الاي في الجي يعني الاي وي جي يساوي جي في الاي، يعني مركبة الاكس مع في مركبة دوت برودكت مركبة الجي، والجي في دوت اي، والاي دوت كي، والكي دوت اي، جي دوت كي، هذا الطلاب متعامدة تساوي لنا زيرو. هسه الطلاب تقول لي شنو هاي استاذ؟ راح تعرفها انت رأسة القانون الرئيسي. تعرفون انه هاي مركبة باتجاه الاي، يعني اتجاه الاكس، وهاي مركبة باتجاه الجي، بيناتهم دوت يعني اتجاه الواي، فانا اعرف انه الزاوية المحصورة بين الاكس والواي اللي هي نفسها بين الجي الاي والجي هي 90، اذا الكوساين 90 0 راح شو يعطينا الناتج؟ راح يعطينا 0، بينما هنا الاي في الاي زاوية بيناتهم 0، كوساين 0 1، الجي في الجي والكي في الكي. هذا من الطلاب راح تستفادون منهم بعملية اشتقاق هذا القانون اللي قلت لكم نحفظه، هذا القانون واللي هو منين جاي من هذا القانون. اوكي طلاب، هنا طلاب using the dot product to find the angle between two vectors. طلاب هنا الدوت برودكت اقدر استخدمه، او النواتج اللي جايه من الدوت اقدر استخدمها لقياس او حساب الزاويه او لكي اجد الزاويه between two vectors. هنا طلاب when two non-zero vectors are placed in a starting position in two or three dimensions they form the angle، الزاوية المتكونة بيناتهم the angle between them see in the figure 8. The dot product provide dot product يوفر لنا أول طريقة to find حساب the measure of this angle. إذا دوت برودكت يوفر لنا طريقة لحساب أو لكي نجد هاي الزاوية بيناتهم. نشوف طلاب هذا فيكتور يو، هذا فيكتور بي، وهاي الثيتا بيناتهم. من خلال الدوت برودكت أنا أقدر أحسب الزاوية بيناتهم اللي هي زاوية هذا القانون طلاب اللي تحبوه، يساوي كوساين انفيرس يو دوت بي على طول اليو في طول البي.
أوكي طلاب، هذا القانون تحبونه أيضا. هذا قانون يستخدم لحساب الزاوية بين الفكتورين بالاستعانة بخاصية الدوت برودكت. أوكي طلاب، هنا we will see that the dot product is a key tool for many important geometric and physical calculations in the plan and the space. إذا إحنا طلاب الدوت برودكت هي تعطينا شلون أداة المفتاح أو أداة ممكن نستخدمها في many important في أكثر الخواص الهندسية والفيزيائية calculation in the plan and the space. Not just to find the angle between two vectors. والدوت برودكت ليس فقط نستخدمها لحساب الانجل between two vectors. هنا طلاب هذا example prove that the angle between two non-zero vectors and equal. طلاب هذا راح نكتفي اليوم هذا القدر، وإن شاء الله نكمل بالمحاضرة القادمة إنه شلون هذا القانون وشلون نشتقه، اللي هو هذا القانون قلنا نستخدمه لحساب الزاوية بين فكتورين بالاستعانة بالدوت برودكت. هذا إن شاء الله بالمحاضرة تجي راح نشتقه، انتبهوا له إذا حبيت تمرون عليه. إحنا طلاب بعده هو أول خطوة للحل هذا الاشتقاق. قايل كاتب applying the law of cosine to the triangle A O B، يعني هذا المثلث A O B، استخدم قانون اسمه قانون الكوساين. طلاب هذا هو قانون الكوساين. إذا عندي مثلث هاي بس اشرح لكم اياه قبل لا تنتهي المحاضرة. هذا طلاب مثلث أضلاع A small و B small و C small، هاي أطوال أضلاع، والزوايا هي A capital و C capital و B capital. نعطل هذا الكاتب شكايف هذا شنو law of cosine. هاي A will be C is R size، هي أضلاع. هنا نعطل زاوية C اللي هي شنو angle opposite الضلع C، يعني الزاوية C هي الزاوية المقابلة للضلع C، زاوية A هي الزاوية المقابلة للضلع A، والزاوية B هي الزاوية المقابلة للضلع B. فإذا طبقنا قانون العفو الكوساين طلاب اللي هو C تربيع، يا هو يعني هذا الضلع تربيع هاي C small، شو يساوي لنا؟ A تربيع هذا الضلع طوله تربيع زائد هذا الضلع B تربيع minus 2 A في البي في كوساين، يا مطلب كوساين السي الزاوية المقابلة للسي، يعني أنا إذا أريد أحسب السي سي تربيع. أوكي طلاب، إذا هسه أقول مثلا أريد أحسب الأي تربيع، شو أقول الأي تربيع يساوي لي بي تربيع زائد سي تربيع ماينس 2 بي تربيع سي أي كوساين الأي. هاي إذا أريد أحسب الأي، أنا هنا جاي أحسب السي. أوكي طلاب، هذا معنى قانون الكوساين for any triangle لأي مثال. أوكي طلاب، نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله بمحاضرتنا هذا اليوم، إن شاء الله نكمل في الصورة القادمة إن شاء الله.